مستمرين بصباحنا غير ووصلنا لمحطتنا الأخيرة. أكيد سلمى، محطتنا الأخيرة لليوم رح نتطرق فيها لبوابة الطفولة ونحكي أكثر عن مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعتبر مرحلة مهمة في حياة الطفل باعتبارها أساس لتكوين الذات ونمو الشخصية والفكر، وباعتبارها مرحلة الطفولة المبكرة حجر أساسي لصقل شخصية الطفل وتطويره وصقل مواهبه الإبداعية وتوسيع مداركه وتعزيز ملكاته الفكرية. أكيد نور، لنحكي أكثر عن موضوع الطفولة المبكرة، أهميتها، الاهتمام بهذه المرحلة واستثمارها إيجابيا بعصر التكنولوجيا. بيسعدنا نرحب بصباحنا غير لليوم بالسيدة كفاح حداد، هي مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة وأيضا الخبيرة المعتمدة بسوريا للطفولة المبكرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. صباح النور. يمكن لما نقول طفولة مبكرة عنوان عريض كثير، بس قبل ما نغوص بتفاصيل خلينا نعرفها للمشاهدين، ماذا تعني الطفولة المبكرة؟ خلينا من خلال إخبارية أول شيء صباح الخير للجميع. خلينا من خلالكم أول شيء نعايد الطفل، هو بعشرين الشهر كان 20/11 يوم الطفل العالمي. نحن بهمنا نعايد على الطفل السوري، إن شاء الله هيك الأيام القادمة تكون أفضل للطفولة السورية، أيام أمن وأمان لا يرجع الطفل يعيش الحياة اللي نحن كلنا بسوريا راعين الطفولة ومقدمين رعاية للطفولة بنتمنى له أنه يعيشها. طبعا الطفولة المبكرة هي كمرحلة عمرية تم الاعتماد عليها كتعريف، هي من المرحلة الجنينية لعمر 8 سنوات. طبعا هذا التعريف هو تعريف المنظمات المعتمد من عقود لتعريفها بأنه هالمرحلة اللي بيكون فيها الطفل ما زال معتمد على والديه على مقدمي الرعاية باعتماده الكامل بكل ما يحتاجه. هلا بيصير في اختلاف بمرحلة العمرية مع بمرحلة الطفولة حسب البيئة. هلا نحن بسوريا في عنا عدة جهات تهتم بالطفولة. كمركز إقليمي بيقوم برعاية الطفولة لعمر 6 سنوات. بعد 6 سنوات بصير في عنا الطفل عم بيروح على المدرسة، فبصير في عنا منظمة الطلائع، بصير في جهات تانية بتعتمد عليه. ولكن كتعريف عام للطفولة المبكرة هو هي المرحلة. مرحلة الطفولة المبكرة بتقديمك تقديم جدا بكلمات مختصرة أعطيتي هي شو هي مرحلة الطفولة. مرحلة حساسة جدا بحياة الإنسان، مرحلة يتم اعتماد بنيان المجتمع على أساس الطفولة المبكرة، كمان مثل ما نؤسس بالطريقة الصح لبناء شامخ حتى نحصل على بناء راسخ، كذلك الأمر في حياة الإنسان نؤسس بالشكل السليم في حياة الطفل، إذا نحصل على فرد في المجتمع سليم وعافى يستطيع تقديم كل ما يمكن للطفل للبلد، يستطيع أن يقدم المشاريع الهامة من خلال المقدرات التي أسست في مرحلة تأسيسه في مرحلة الطفولة المبكرة. يعني أستاذة كيف مثل ما قلتي الاهتمام بالأساس هو بيبني جيل قادم. حضرتكم اشتغلتوا على مشروع تشجيع القراءة، خلينا ندخل بالتفاصيل أكثر ونحكي عن المشروع اللي قمتوا فيه بمحافظة حما، أكيد بالتعاون مع وزارة الثقافة والمركز الثقافي بحما. طبعا المركز الإقليمي يقوم بعدة مشاريع هامة لتنمية ما لدى الطفل، لتنمية ذات الطفل. مشروع تشجيع القراءة من المشاريع اللي بدأنا فيها من 2013. طبعا بدأنا فيه في ظل الأزمة، مع بوجود الأزمة طبعا وتأثر الطفل كمرحلة عمرية أكثر مرحلة تتأثر من الظروف المحيطة، لجأنا لهذا المشروع لأهمية القراءة في عصر تغزوه التكنولوجيا بكل الطرق. الآن الطفل يحتاج إلى تربية أسرية وأيضا يحتاج إلى تربية من خلال وجوده في الروضة، فإذا كان العمل مع الطفل فقط في الروضة وأهملنا الدور الأساسي للخلية الأساسية اللي هي الأسرة، لذلك يكون العمل غير متكامل. طبعا الأسرة هلأ الكل بيعرف من الأم للأب لكل العائلة الأمور التكنولوجيا بإيديهم من خلال الموبايل الآيباد، من خلال حتى التلفزيون النت بشكل عام على مدار الساعة. فلذلك إذا الطفل عم يربى بجو
معتمد بشكل كامل على الانترنت بكل الطرق، إذا هذا الطفل رح يبتعد تماما. مو رح يبتعد لأنه هو بالأساس ما بدأ بعده، ونحن طفل عم نحكي عن طفل من عمر 3 سنوات، خلينا نقول عن مرحلة العمر 3 سنوات. صح، 3 سنوات هو ما رح يكون ماسكين الأيباد أو ماسكين موبايل، حيعيش بجو، هذا الجو حيفرض عليه أنه هي الوسائل فقط اللي أنا بقدر أخذ المعلومة من خلالها. لذلك نحن من خلال اهتمامنا، نحن مركز إقليمي، بالتالي يجب علينا أن نسعى لكل نقطة، لكل مجال يخدم الطفل لتنمية ما لديه، يجب العمل فيه، والعمل والتنسيق مع كل الجهات التي يمكن أن تساعد في هذا العمل. كان مشروع التشجيع على القراءة بهذا العصر طبعا كمركز ينسق مع كل الجهات، فوجدنا وزارة الثقافة من الجهات التي بدأت سابقا بتشجيع العمل على القراءة، ولكن مع الفئات العمرية الأكبر. نحن باتجاهنا إلى الفئة العمرية الأصغر، كنا من خلال طبعا المركز برعاية السيد وزير التربية، تم التنسيق مع وزارة الثقافة، مديرية ثقافة الطفل، فاللجوء إلى هذا المشروع من عام 2013. بدأنا فيه بشكل تدريجي، بدأنا فيه في المركز الإقليمي برياض تتبع لي، من خلال استهداف أطفال من رياض تتبع لدمشق وريف دمشق، ثم بشكل تدريجي إلى أن احتضننا 9 محافظات في عام 2016 في كما أيضا أقيمت فعالية جدا رائعة ومميزة في دار الأسد للثقافة في الأوبرا، وبرعاية السيدين وزيري التربية والثقافة، وكان هناك تشجيع للأهل من خلال الأطفال بأنشطة يقدموها إلى العودة للقراءة وتشجيع الأطفال للقراءة. السنة ارتقينا بأنه نحن ما بدنا نضلنا نجيب الأطفال لعنا، لا، نحن لازم القائمين على العمل نحن نبدأ بمشروع يتعمم على كل المحافظات ويقدر كل الأطفال أنهم يكونوا معنيين بهذا المشروع. فكان مشروعنا بدءا من محافظة حما، كانت فعالية مميزة، القائمين على العمل بحما كانوا مميزين بمتابعة العمل تقريبا من منتصف شهر 8 التدريب اختيار رياض، مع أنه كان في صيف ولكن بدأنا مبكرا لأنه الأمور تحتاج تدريبات. كانت طبعا هي بشكل دائم برعاية وزارة التربية والثقافة من خلال المركز الإقليمي للطفولة ومديرية ثقافة الطفل. السنة كانت بحما بطريقة رياض مشتركة، رياض عامة رياض خاصة. الهدف الأكبر من خلال هذه الفعالية إيصال مثل ما حكينا رسائل من خلال الأطفال نفسهم، هن اللي قدموا الرسائل إلى ذويهم للابتعاد نوعا ما عن جو التكنولوجيا، جو الإنترنت، وعلمونا وتعلموا معنا وخلينا نحصل على معلومات من خلال القراءة والعودة إلى الكتاب. يعني نحن بنشجع أطفالنا من خلالنا، نحن ما بنقدر نطلب شيء من الطفل شيء نحن ما عم نعوده عليه. الطفل حسب البيئة الموجودة طبعا بده يتعود، بيلتقط العادات تماما. في أسرة قارئة أكيد بيطلع عنا طفل بيحب القراءة، بيحب الحصول على المعلومة من خلال الكتاب، كثير منيح الحصول على المعلومة الأوسع من خلال الإنترنت، ما في مجال إنه نحن نبتعد. هذا العصر عصر الإنترنت، عصر الوصول إلى جعل العالم قرية صغيرة، ولكن ما أنه نحن ننسى الكتاب اللي هو أساس المعلومة. إذا نحن بنضل بهالجو بأنه نبتعد عن الكتاب، بدنا نوصل لمرحلة أطفالنا اللي هلأ بعمر 5-6 سنوات نوصل لمرحلة أنه هن ما يذكروا شيء اسمه كتاب، حتى من خلال المدرسة بقت وقت اللي يصيروا بجو المدرسة بدهم يحسوا أنه المعلومة اللي عم ياخذوها من خلال الكتاب، ليش لأمسك الكتاب وليش لأقرأ، خلاص باخذها من النت، باخذها من خلال معلمي، من خلال مدرسي، خلاص ما في داعي. هذا جو أبدا ما بيناسب، ونحن إذا بدنا نطلب الشيء المنيح من طفل لازم نشجعه على العودة. طيب خلينا نحكي معك عن المركز الإقليمي للطفولة المبكرة، شو بيقدم للأطفال، على أي أساس بيشتغل؟ مثل ما قلنا بالمقدمة يمكن الطفولة المبكرة هي مهمة جدا لبناء شخصية الطفل، تأسيس مداركه، مواهبه، قدراته. خلينا نحكي المركز شو بيقدم للأطفال. هلا المركز الإقليمي اسمه التنمية، مركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، إذا نحن نعمل على تنمية ما لدى الطفل. طبعا هو هيئة مستقلة وفيه دوائر مختلفة، من خلال هالدوائر من الأبحاث وتدريب، الهدف الرئيسي إعداد أبحاث ودراسات نقوم من خلالها إلى الوصول إلى المعلومات التي ندرب على أساسها المعنيين بالطفولة، ولكن المعلومات التي تواكب المستجدات. كمركز إقليمي لدينا التنسيق مع كل الدول العربية التي تقيم وتجري أبحاث، تجري دراسات، تسعى من خلالها إلى تطوير
عالم الطفولة، الدخول إلى كل ما يمكن أن يواكب الطفل من مستجدات. نحن نقوم بالتنسيق مع هذه الدول، وبالتالي ننقل الخبرة إلى سوريا، ننقل إلى المعنيين في الطفولة المبكرة في سوريا. المركز يقوم بتدريب جهات عديدة. أول شيء بدأنا نحن بمقدمي الرعاية من خلال الرياض، بدأنا بتدريب مربيات رياض الأطفال. مشاريع عديدة يقوم فيها المركز. المشاريع الهامة، أول شيء تدريب رياض معلمات أو مربيات رياض الأطفال بكل القطر السوري، قمنا بتدريب المربيات. بدأنا بعد ذلك ومنذ الأزمة من المركز ضروري جدا يكون أول الجهات المعنية بالطفولة لوضع مشروع أو إعداد مشروع لحماية الطفل من تداعيات الأزمة. فكان مشروع الدعم النفسي للطفولة والعائلة كمان من المشاريع المستمرة. كل مشاريع المركز تحمل صفات الديمومة والاستمرارية، نقوم فيها بشكل مستمر. يعني هي كل سنة بتكون عنا نفس المشاريع مع مشاريع إضافية. أيضا بعد سنة كان في عنا مشروع مثل حكينا مشروع التشجيع على القراءة. هلأ في عنا مشروع النهج الشمولي التكاملي، يلي نحن بنحاول من خلال كل المجالات اللي تعنى بالطفولة وبمناهج هاد الأطفال إنه ننسق مع كل الجهات اللي بتعمل على بهالمجالات، من سواء وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإدارة المحلية، كل الجهات تقريبا. أيضا منظمة آمال من أجل الطفل الذي لديه بعض الإعاقات. فنسعى من خلال رسم جسور تواصل لحماية الطفل وتقديم الأمثال للطفل. إذا المركز يقوم بإعداد الدراسات الهامة يطبقها بالمرحلة الصفرية في روضة تتبع للمركز بمثابة مختبر تربوي، نجري هذه الدراسات في المرحلة الصفرية أو يمكن أن نقول المرحلة الأولية في روضة المركز، من ثم نحاول تعميمها بعد عرضها على لجنة استشارية تشمل العديد من الخبراء في الطفولة في سوريا، من ثم تعميمها على كل المعنيين. أكيد. يعني أستاذة كفاح، مثل ما حكيتي وخلال هاي الفترة اللي قدرنا من حضرتك نعرف فيها معلومات أكثر، يمكن الطفولة المبكرة اليوم هي مسؤولية كتير كبيرة. طبعا. إن شاء الله يا رب هذا المركز مثل ما حكيتي ومثل ما عم نلمس من خلال فعاليات عم نرصدها بكاميرا الإخبارية وحتى بأرض الواقع، يكون في حماية لهي المرحلة الأساسية اللي هي فعلا بناء الإنسان بشكل كامل. نتشكر وجودك ونتمنى لكم التوفيق بكل شيء قادم. شكرا لكم. شكرا. أكيد نتشكر وجودك ست كفاح حداد، مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. شكرا لوجودك معنا.